المحبط السادس عشر الإقامة مع المشركين في دار الحرب. الإقامة مع المشركين في دار الحرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا جواب على رجل جاءه فقال: ما أتيتك حتى حلفت عددهن ألا آتيك ولا آتي دينك، ويشير إلى أصابعه. يعني راه قال لي راه ما جيت عندك حتى حلفت عدد الأصابع، والله ما نمشي عنده، والله ما نمشي عنده، والله ما نأمن به، والله ما نتبعه، والله ما نصدقه. ثم بدا له أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يلزمه في دين الإسلام، فأمره أن يقيم الصلاة. لأنه قال لي شنو هو؟ الله أمرك بهذا، يعني واش الله عز وجل أمرك بأن نصلي وأن نصوم وأن نخرج من أموالنا للفقراء وكذا كذا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يلزمه. شاهد عندي باش ما نطولش، قال له: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلم. الشاهد عندي هو قضية حبوط العمل. لا يقبل الله عز وجل من رجل كان على الإشراك ثم أسلم إلا أن يفارق المشركين إلى المسلم. خصو لابد يهاجر من بلاد المشركين ويأتي بلاد المسلمين. وإلا فلو أقام بين المشركين في دار الحرب فإن عمله لا يرفع، فإن عمله لا يرفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فلما سئل عن ذلك قال: لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. يعني مثلا لك المشرك في واحد المكان، خاصك تبعد عليه بواحد المسافة بحيث لو أشعل ناره بباب خيمته فإنك لا ترى تلك النار، مع أن النار ترى من مسافات بعيدة، النار ترى من مسافات بعيدة. حتى هذوك البدو الذين ينزلون الصحراء وكي يضربون الخيام، فإذا كان هذاك المشرك ضرب الخيمة دياله وكيشعل النار من أجل أن يطهو طعامه، فإنك تبتعد عنه حتى لا ترى ناره، لا تتراءى نارهما. علاش؟ لأن الإنسان إذا خالط المشركين فإنه يتأثر بأخلاقهم ويتأثر بعقائدهم ويتأثر بسلوكهم، وهذا لا ينكره إلا جاحد معاند، لا ينكره إلا جاحد معاند. شوف دابا احنا كيف كان نتكلموا مع الناس الذين ابتلوا بسكنة بلاد الكفر، فيزعمون أن تلك البلاد بها يعني شيء من يعني الحرية، وبها شيء من يعني الحياة يعني الرغيدة، وفيها كذا وفيها كذا، وراه ما تضيقوش علينا وإحنا أحرار نديروا كذا. لكن تكذبكم صفاتكم، فنحن نرى أنكم إذا وفدتم في عطلكم إلى بلاد الإسلام لا نرى فيكم شيئا من سمت المسلمين. ملي كيجي هو كتلقى مثلا واحد الراجل عنده 60 عام ودير الشورت ودير النظاظر فوق راسه وبواحد الحالة وكذا، وبناته يعني متبرجات، ولاده لا يتكلمون العربية ولا يصلون، هذا هو إلا كان هو بعد حافظ شوية على الصلاة، وإلا ما كانش ابتلي بتلك الأخلاق. طيب هذا الأمر بما حصل؟ بالمخالطة وبالتأثر. فلذلك المسلم إذا خالط الأخيار فإنه يتشرب أخلاقهم وسلوكهم، وإذا خالط الأشرار فكذلك. فكيف به إذا خالط المشركين؟ فكيف به إذا كان ذلك في وقت الحرب؟ في وقت الحرب طبعا قد يقول قائل بأن الآن يعني صارت الأمور فيها هدنة وصار الناس في سلم، والناس الآن كل شيء عايش، والحرية والديمقراطية، وكل واحد كيدير اللي يعجبه، واللي بغى تلبس الحجاب تلبسه، واللي بغى تلبس النقاب هذا، واللي بغى يرخي لحيته يرخيها، وهذا كله من الكذب ومن التزوير. لأننا نرى تضييق، راه كاين تضييق، شئتم أبا بيتم، كاين تضييق في الأضحية الآن، والله يتصلون رسائل ويعني مسائل من عند إخواننا يستفتون، كيقول لك ودي راه حنا تيمنعونا نذبحوا الآن، حنا بغينا نضحوا ما كاين شيء، واش يمكن نرسلوا الفلوس لبلاد الإسلام باش الناس يذبحوا؟ غير تصدقوا عليهم ولا يذبحوا بالنية علينا؟ علاش؟ لأنه الذبح كيقول لك بأن الذبيحة ديال المسلمين يعني فيها إيذاء للحيوان، وهذا في الحقيقة فيه كذب وافتراء، وفيه أيضا تكذيب حتى بالطب، حتى الأطباء المنصفين من المشركين يعني يجزمون بأن ذبيحة المسلمين للأنعام هي من أفضل الذبائح، بل هي أفضلها، أحسن طريقة لذبح الأنعام هي طريقة المسلمين. فإنه لا يمكن أن يتخلص بدن البهيمة من الدماء التي هي مرتع جميع الجراثيم إلا بذبيحة المسلمين. فاش كيذبح المسلم ديك الذبيحة الشرعية التي يشترط لها يعني قطع الأوداج، هذوك العروق اللي كيكونوا في الجناب، هذا من اللي كيتقطعوا، فإن الدم يتدفق إلى خارج بدن البهيم، فلا يبقى فيها شيء من الجراثيم، وأيضا تموت وتزهق روحها بأيسر ما يكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، قال لنا إلا بغيتوا تذبحوا خصكم تمضيوا المواس مزيان كذا، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وليريح ذبيحته. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، بأن الذبيحة يعني تكون في راحة إذا ذبحت ذبيحة إسلامية،
لكن هم مش كيديروا، إما أنهم يعني يدخلون تلك يعني الأنعام أو تلك الطيور إلى بعض القاعات ويطلقون عليه الغازات باش هي كتدخ شوية وكذا وكذا، وربما إذا كانت ضعيفة فإنها تختنق قبل أن تذبح. ومنهم من يضربها، ذلك البهائم الكبيرة يضربوها على رأسها، وقد تموت بتلك الضربة، وقد تضرب بالرصاص، يعني أمور كثيرة، يعني ذبائح يعني مخالفة لذبائح الإسلام. هذا ذكرنا هي قضية الذبح، فكيف بالمناهج التعليمية وكيف بالقوانين التي تمنعك من تربية ولدك؟ لكن احنا في بلاد الإسلام كنوجدوا واحد يعني المشقة في العناية بأبنائنا وفي تربيتهم وفي تنظيف أفكارهم مما يعلق بها من جراء ما يتلقونه في المناهج وفي وسائل التواصل وفي بعض المدارس، حتى كاين دابا الأساتذة الذين ينشرون الإلحاد والذين ينشرون الفسق والفجور في مدارس المسلمين، وانت كتلقى واحد مشقة بالغة باش كذا تقول لولدك هذا راه كذا وهذا كذا كذا. الآن يعني تفرض أمور كثيرة على أبناء المسلمين في بلاد الكفر، ويمنع الولد من تربية، يمنع الوالد من تربية ولده. ممنوع، ممنوع عليك، ممنوع عليك، لا يمكن أن تضرب ولدك، إن ضربته فإنك تسجن، فإنك تسجن، أو ربما يسحب منك ولدك. هذاك الولد واخا يكون باقي صغير يحيده لك، يقول لك لا حقوق الطفل، أنت لست أهلا لأن تربي هذا الطفل، ويحيد لك ولدك وبكي بالدم وتشوف ولدك مشى، ولدك الذي ولدته ابن صلبك ومع ذلك يسحب منك ويودع في يعني عند يعني الكفار، وربما تنصر وربما صار يعني ملحدا. إذا إيش من ابنتك لا يمكن أن تأمرها وأن تنهاها، إذا إن اتخذت عشيقا فإنك لا تمنعها لأنها راشدة، منوع عليك تقول لها وياك كيفاش كتمشي معاك كذا. هنا دابا في الإسلام يعني ممكن بنتك يعني غير إذا ظهر منها شيء غير كلام ولا غير تصرف يعني سيء لا تأباه فإنك تنصحها وتتدارك الأمر قبل أن يستفحل، لكن تما لا تتخذ عشيقا يضاجعها ولا تستطيع أن تتكلم ولا تستطيع أن تنكر، وإلا فإنك تقع تحت طائلة القانون وتوقع على التزام بعدم التعرض لها بأنها حرة وتفعل في جسدها ما تشاء. إذن هذه هي الإقامة في بلاد الكفر. قال العلماء في هذا الحديث وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فمن لم يفعل فلا يقبل له عمل، فلا يقبل له عمل. والظاهر أن هذا كان قبل فتح مكة، كان قبل فتح مكة، يعني في قضية يعني فاش كانت مكة دار حرب قبل أن تصير دار إسلام، أو هو محمول على ما إذا لم يتمكن من إقامة شرائع دينه في بلاد المشركين. إذا ما تمكنش باش يقيم شرائع الدين مثل هذه الصورة اللي ذكرنا، يعني واحد الوقت إذا كانوا المسلمين كيسكنوا بلاد يعني الكفار وكيكونوا أحرار في تربية أبنائهم، أحرار في إجراء عقودهم. دابا الآن يعني مما سمعت في يعني فرنسا اللعينة بأنهم أخذوا يسنون قوانين يعني يحاربون فيها الأقليات المسلمة على وجه الخصوص، وما كيقول لك الأقليات الدينية ولكن يقصدون الإسلام على جهة الخصوص. يعني إذا يعني أجرى الرجل يعني شهادة عذرية للمرأة، واحد غيخطب واحد الفتاة وقال لي جيب لي شهادة العذرية، فإنها تبلغ عنه فيسجن، وهذاك الطبيب الذي يستخرج هذه الوثيقة فإنه يعاقب ويغرم إلى هذا الحد. لأن علاش لأن خصها تكون الإباحية، خاص يكون كل شيء مباح، ممنوع عليك، ممنوع عليك باش دير هادشي. إذن أمور يعني كثيرة جدا يعني تعترض. الحجاب فيه تضييق في أماكن متعددة، أما النقاب ففيه غرامة، المرأة تلبس النقاب ممنوع، حتى الحجاب ممنوع عليها في مواطن متعددة، ولكن في بعض المواطن يباح لها أن تتحجب حجابا. وحنا دابا تدوك المسلمات اللي كاينين تماش من حجاب بالسلامة راه غير كنسميوه حجاب، وإلا فهو يعني واحد الشكل يعني مستفز ولم يستوفي شيئا من الشروط، ولكن على الأقل ومع ذلك يغيظ أهل الكفر فلا يقبلون منه ذلك. إذا قلنا بأن الظاهر أن ذلك كان قبل فتح مكة، أو هو محمول على ما إذا لم يتمكن من إقامة شرائع دينه في بلاد المشركين، وإلا إن لم يكن هذا ولا هذا فالهجرة تكون حينئذ مستحبة. الهجرة من بلاد الكفر دائما مستحب، هذا الشيء لك الإنسان كيقدر يصلي، والمرأة كدير الحجاب، والإنسان كيقدر يربي وليداته وكيذبح يعني الذبيحة دياله، ولا يعترض طريقه أحد ولا يفرض عليه شيئا من الأحكام الجائرة الباطلة، فإنه حينئذ يستحب له أن يخرج من تلك البلاد وأن يلحق بالمسلم، يخرج من دولة إسلامية. لكن إن كان شيء من التضييق الذي أشرت إليه فيجب عليه وجوبا أن يخرج، وإلا ربما دخلت تحت هذا الوعيد الذي فيه بأنه لا يقبل منه العمل، لا يقبل منه العمل والعلم عند الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجنبنا محبطات الأعمال ومبطلاتها، وأن يوفقنا لمعالي الأمور.